بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة طرف الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة طالعين رحلة صيد كده أنا وعلي ومحمود، ومعانا مصران ومعانا عربود ودينا شغالين، وإن شاء الله لو صدنا حاجة إن شاء الله هنصورها لكم عشان خاطر نستمتع ونمتعكم بها إن شاء الله، فخليكم معانا. معايا محمود وعلي. محمود سلم على الجماهير يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ومعايا علي. الله يبارك فيك علي، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. وده المكان اللي احنا بنصطاد فيه يا جماعة. كان في قمة الجمال يا علي والله. صح، حلوة حلوة جميلة. الله يبارك فيك. والله. جميل جميل يا علي والله. شايفين الطيور رايحة خلاص تبيت عشان احنا خلاص الغروب. الجو جميل النهارده محمود على فكره. الله ينور يا عم علي. عليك يا شيخ. لسه طالع يا اخواننا بس ما لحقناش نصوروه. طبعا مصران ده شيخ. ارفع فوق شوي على عشان يجي معك. شيخ. الله ينور يا معلم علي. وعليك يا شيخ. الله ينور يا باشا. وعليك يا ان شاء الله في زياده يا باشا. ان شاء الله يا شيخ. الله يكرمك علي. اللي جاي احسن يا شيخ. ان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله. الله ينور علي. عليك يا مولانا. تفضل علي. واللي جاي ان شاء الله حنصوره لكم واللي جاي احسن باذن الله.